تمكن أفراد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالمسيلة بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بالمسيلة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 4 أشخاص تنشط في إقليم الاختصاص مع حجز 6651 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم وحجز سيارة سياحية و4 هواتف نقالة.